وهنا طبعا الحاج زكريا هنعمل لقاء معاه، ده فلاح شاطر طبعا وبيزرع جميع انواع المحاصيل الزراعيه، ومن ضمن زراعته حاليا زارع العجور البلدي، وهنعمل لقاء معاه. هو طبعا حاليا بيرش بالعفاره بتاعته، هنشوف طبعا بيرش ايه وهنشوف كل التفاصيل وهنشوف العجور او القات حسب طبعا ما الناس بتقول عليه حسب المكان اللي انت موجود فيه، هنشوف الدبشاير، هنشوف كل التفاصيل ان شاء الله مع الحاج زكريا. ازاي الحال الحاج زكريا؟ الحمد لله. كيف حالك اليوم؟ طبعا حاليا انت بترش العفاره دي، نشوف العفاره الاول شغاله ازاي يا حاج زكريا، معلش لف كده ورانا اليد ده بتاعها. ها ده اليد بتاعها. ايوه ايوه ها، تدوس عليه يشتغل. تدوس عليه تحبس. نظام كبس. كبس ايوه. ايوه طلع المغذيات الماء طب. تضرب زي ما مطلوب. طبعا دي يا جماعه ادي العفاره اهي، تمام. هنا العلبه دي كلها قالنا طبعا فيها ميه، والميه طبعا عليها المبيدات. بيرش بترش ايه مبيد يا حاج زكريا؟ مبيد غزه وسوسه ودود ابو بس ماشي، يعني مبيدات للدود. انا برش الوقت اللي مرش سوسه وغزه. سوسه وغزه. طبعا عشان العجوره ضعيفه شويه زي ما انتم شايفين، عشان النباته ضعيفه. عشان النباته ضعيفه شويه، وادي شايفين الحشرات الحشرات عامله فيها ايه، فهو طبعا بيرش يعتبر مبيد حشري على مغذيات. صح كده يا حاج زكريا؟ ايوه. لا الله ينور عليك يا حاج زكريا. الحاج زكريا طبعا مزارع من ضمن المزارعين الناصحين عندنا، يعني بيزرع الحاجات اللي هي ممكن تفيد ويستفاد منها، يعني يكسب منها مكسب. مزروع عادله كم يوم حاج زكريا العجور؟ هو الوقت داخل في حركه 30 يوم. حركه 30 يوم ما شاء الله. طبعا بيتخضر فقط لا غير. ايوه. يا جماعه طبعا العجور بيتخضر فقط لا غير، بيتم تخضير العجور وبعدين ما بيشربش تاني نهائي. ده العجور، فعلشان كده ينفع ان انت تزرعه على مصاطب، وينفع ان انت تزرعه على الارض كده تكون ايه سيح، لان طبعا ما بيشربش فمش هيتضر، يعني لان ما فيش ميه تنزل عليه. معاه كام يوم ويبتدي يا حاج زكريا ان انت تنجم منه؟ هو الايام دي بعد الرش دي ان شاء الله هيبتدي يطلع البشاير زي ما انت شفت. انا البشاير بشاير عجور، وفي طبعا هنروح نوريها للمشاهد دلوقتي. معاه قلت معاه اسبوع حاج زكريا ويبتدي ان شاء الله اسبوع. اصل ده يعني بيكبر على طول ما شاء الله، ما بي ايوه ان شاء الله حاج زكريا. شكرا لك حاج زكريا. بالنسبه طبعا للمساحه اللي انت زارعها ده حاج زكريا، تاخد قد ايه؟ يعني تاخد لها تاخد ربع ولا تذكره ولا تاخد ايه بالظبط؟ هي المبيد. تسكر. بترش مره واحده ولا على كذا مره؟ لا على كذا مره. طب ده بيترش كل كام يوم يا حاج زكريا؟ اربع تذكره ممكن تمسكني في السوس ثلاث عفارات. ثلاث عفارات. هي هم بياخدوا عفاره كل مره صح؟ هم دول مساحتهم اربع جراريط. اربع جراريط. ما شاء الله حاجه كويسه يا حاج زكريا، وربنا يبارك لك ان شاء الله وربنا يرزقك من وراهم خير. شكرا لك على القاك حاج زكريا. هنروح نشوف دلوقتي يا جماعه العجور البشاير اللي طالع، وميعاد زراعه العجور الميعاد الصحيح ليه عندنا هنا بيتم زراعه العجور خلال يعني اول 8. صح كده يا حاج زكريا؟ ايوه اول 8. في اول 8 بيتم زراعته وبعدين بيتم التخضير وما بيشربش تاني خالص زي ما ذكرنا. تعالوا نشوف العجور اللي طلع، بسم الله ما شاء الله، يعني بشاير كده من العجور. تعالوا نشوف يا جماعه حاجه يعني حلوه، بسم الله ما شاء الله. ادي كل العجور اهو، تمام. في هنا بقى ايه، ادي العجوره اللي طالعه او القات. يا جماعه تمام. دي طبعا طالعه بشاير اهي. ده طبعا يعني ما بيقعدش كتير، تمام. يعني ايه؟ يعني هي ابتدت ان هي زي كده، ممكن بكره او بعد بكره تلاقي حجمها ايه، بسم الله ما شاء الله، كبر. ان شاء الله يعني خلال اسبوع باذن الله هنصور لك فيديو تاني، وهتشوف ان شاء الله العرش ده كله هيبقى باذن الله يعني ملان عجور، وهيبقى بسم الله حاجه زي الفل يعني بسم الله ما شاء الله. فانتظروا كل جديد، وبنشكركم جدا على مشاركتكم للفيديوهات، ورب دايما نقدم لكم محتوى يفيدكم وينال اعجاب. شكرا لك حاج زكريا. شاكرين حاج زكريا. الحاج زكريا ده